أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في الحلقة العاشرة من الموسم السادس من مجلة أسباير، ومع أبرز العناوين: مدرسة أسباير تعقد الاجتماع الأخير لأولياء طلابها الرياضيين، نجوم الدوري الماسي في لقاء بطلاب الأكاديمية الرياضيين في ألعاب القوى، مركز تنمية مهارات كرة القدم واكتشاف المواهب في أسباير يختتم مهرجان المدارس، خريج أسباير بطل السكواش عبد الله التميمي يطلق من أسباير شركته للتدريب الرياضي، وأسباير تستقبل المزيد من زوارها. نظمت مدرسة أكاديمية أسباير اجتماعها الدوري الثالث والأخير لأولياء أمور طلابها الرياضيين للعام الحالي الأكاديمي 2018-2019 في إطار سعيها الدائم للتفاعل المستمر بين أطراف العملية التعليمية والرياضية المتمثلة في العائلة والمعلمين والمدرسين المشاركين في تنشئة ورعاية أبطال المستقبل من طلابها الرياضيين. أشكر القائمين على الأكاديمية، صراحة شفنا التطور، شفنا التحسن، شفنا شلون الأبناء عندنا الحمد لله متطورين من 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 مستوى لمستوى. هاي دليل إن في متابعة دورية من الأكاديمية، بالذات من الجهاز التدريسي في الأكاديمية، وعندك نفس الشيء الجهاز الفني بالنسبة حق تطور اللاعب. هذه المتابعة والكلام اللي سمعناه اليوم والتطور اللي شفناه والاسلوب اللي صراحه الراقي صراحه اللي شفناه من المدرسين وحتى من الجهاز التدريسي والمسؤولين عليهم، هاي دليل يعطيك وثاني يعطيك ثقه ان الحمد لله ان اولادنا في ايدي امين الحمد لله. احنا قسمنا قسم الاشراف التربوي، فمعظم المشرفين الموجودين كلهم اخصائيين تربويين وما شاء الله على كفاءه عاليه، واحنا نؤدي دورنا التربوي اكثر مما دورنا كمكان سكن فقط، اداء الدور السكني فقط، ادائنا تربوي بحت، ونقدم كل ما نستطيع وكل ما يعني من إمكانيات ومن خبرات عندنا نغرسها في الطلاب لزرع الثقة والقيم المهمة جدا. وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في إطلاع أولياء أمور الطلاب بشكل دائم على مستوى تقدم أبنائهم علميا ورياضيا، ومد قنوات التواصل المستمر فيما بين كل المتداخلين له أهمية قصوى في العملية التعليمية. الدور التعليمي أو دور المدرس حاليا في أكاديمية أسباير هو تحسين مستوى الطالب تعليميا للارتقاء به إلى مستوى عالي لتأهيله إلى دخول في الجامعات. هذا يتطلب منا جهد كبير، إن كان من طرف هيئة التدريس وإن كان ولا من كان من طرف أولياء الأمور، بحيث الدعم الأسري الموجود في البيت له أثر كبير أيضا في ارتقاء في مستوى التعليم. صراحة يعني الواحد يعجز عن شكر الأكاديمية، فيه تطوير مستوى أبنائنا رياضيا وأكاديميا، اهتمام كبير جدا مهما نقول، والله مقصرين في حق الأكاديمية، نشكرهم على كل اللي قدمونا. تطور كبير في شخصية ابني أكاديميا اجتماعيا رياضيا، اللهم لك الحمد. الواحد يقول يعني نشكر الأكاديمية بشكل كبير على كل اللي قدمونا لأبنائنا. في أكاديمية أسباير التي تؤمن بأهمية تضافر الجهود بين المعلمين والمدربين وأولياء الأمور على حد سواء لتقديم الدعم الأمثل لطلابها الرياضيين والاستفادة من قدراتهم الكامنة ليصبحوا خير سفراء لبلدهم. طبعاً لا يخفى عنكم أن دور ولي الأمر متمم لدور المدرسة في العملية التعليمية. في الأخير التعاون بين المدرسة وبين ولي الأمر يصب في مصلحة الأبن. مثل هذه الاجتماعات تقوي العلاقات، مثل هذه الاجتماعات تخلي ولي الأمر
يطلع على جوانب القوة أو جوانب الضعف لدى ابنه. فإذا كان لديه جوانب قوة يبدأ يركز عليها أكثر ويشجعه ويحفزه على أنه يستمر فيها، وإذا كان لديه نقاط ضعف لا يبدأ يحط له حلول ويبدأ يحط له تحديات على أساس أنه يطور هذه نقاط الضعف. فدور ولي الأمر معانا يعطينا أيضا إحنا فيدباك على عملنا على جهدنا، على هل هو أيضا راضي عن الأداء أو مو راضي. هذا وقد تمكنت أكاديمية أسفير من الدمج في منهاجها بين الشقين الأكاديمي والرياضي، بما يعود على طلابها الرياضيين بفوائد جمة، مما نتج عنه قيادة الأكاديمية لزمام التأثير على الساحة الرياضية من خلال النتائج التي حققها أبناء الأكاديمية والميداليات التي حصدوها من خلال أدائهم المتميز في الرياضات المختلفة، وكذلك التحاق العديد منهم بأرقى المؤسسات والجامعات التعليمية. هذا الاختبار بيخلينا نفرز الطلاب إلى ثلاث مستويات، وبنصنفهم وبنقدم لهم المناهج المناسبة لمستويات أدائهم. فبنركز بشكل كبير على تقوية وتنمية المهارات الأساسية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وأيضا في الرياضيات. هذا وتعمل أكاديمية أسفير على تطوير الناشئين الرياضيين ليصبحوا قادة وطلاب علم مدى الحياة ومواطنين ذوي عقلية عالمية، وتوفر مدرستها بيئة تعليمية تفاعلية مليئة بالخبرات الثقافية المتعددة لتطوير القدرات الأكاديمية للطلاب الرياضيين باستخدام أحدث التقنيات لتنمية قدرات الطلاب وفق قيم الاحترام والمسؤولية والتكامل والعمل الجماعي والاستقامة والتميز. على هامش مشاركتهم في محطة الدوحة من الدور الماسي ألعاب القوى، استضافت أكاديمية أسفير ثلاثة من نجوم ألعاب القوى العالميين، وهم العداء جيرمي ريتشاردز من ترينيداد وتوباكو، وبطل رمي الجلة الأمريكي جو كوفاكس، وبطل القفز بالزانة بيتر ليزك، والذين شاركوا طلاب الأكاديمية من مختلف التخصصات في رياضة ألعاب القوى في حصة تدريبية. Just seeing some of the tall, beautiful buildings, and especially at night time when it lights up, you know, it's just a great experience to be here, a beautiful city, and I'm glad to be able to compete here once again. I mean, to be patient more or less, because when I was younger, I wasn't that patient. I expected a lot of results to come really fast, and you know, some of the things that I wanted to happen didn't happen when it did. And you know, patience is one of the main lessons I would like to teach younger athletes. You know, you need to be patient and you need to trust the process of growth. هذا وقام الثلاثي بتقديم حصة تدريبية استمرت لساعة على مضمار ألعاب القوى في قبة أسفير، بدأت بالإحماء بالإضافة إلى تدريبهم على عدد من المهارات الاحترافية، وتبادل الأبطال الحديث مع نجوم المستقبل من طلاب الأكاديمية مقدمين لهم العديد من النصائح. It's always been super positive, and especially being here at Aspire Academy, it's really cool to see this in person. I've seen so many other athletes who come here to train, posting videos of their training and their day-to-day, and they've always really enjoyed it. So it's fun for me to finally see this in person. I helped out two Chinese athletes who came here 2 weeks ago for the Asian Championships, and they were sending me videos from this very ring. So it's really awesome for me to see it in person. I think it's really awesome and unique, and I probably think the best thing that the athletes here get to learn is perspective. Besides getting to see the best of the best train, they get to see what the best of the best do on their worst days. They get to see when the athletes aren't having good days, they're frustrated, and I think that maybe helps them to probably, you know, keep on coming back and realize they're not too far away from the top. كما أعرب طلاب الأكاديمية عن استفادتهم من تلك التجربة التدريبية الفريدة التي أتاحت لهم فرصة مميزة للقاء أبطال مميزين، ومن بينهم بطل القفز بالزانة
بيتر ليزك من بولندا، والذي قام بتدريبهم على بعض الفنيات في القفز وشاركهم خبرته الكبيرة وتجربته الاحترافية للاستنارة بها مستقبلاً. وتتولى أكاديمية أسباير تحضير الرياضيين الشباب لخوض مسيرة رياضية ناجحة عبر التركيز على تطوير قدراتهم الفنية والتكتيكية والبدنية والنفسية والسلوكية، وتستهدف بذلك تحقيق غايتها الرامية إلى رعاية الرياضيين الشباب وتقديم التدريب اللازم لهم وغرس الانضباط في نفوسهم وإمدادهم بمصادر المعرفة المختلفة منذ اللحظة الأولى لانضمامهم للأكاديمية وحتى تخرجهم منها. أقامت إدارة شؤون كرة القدم في أكاديمية أسباير حفل اختتام مهرجان المدارس للبراعم في ملعبها الداخلي بمشاركة المئات من براعم كرة القدم من 16 مدرسة حكومية وخاصة. اكتشف نروح زيارة المدارس، بعض الأندية، الأكاديميات، نختار موهوبين ونحافظ عليهم هنا في أسباير ويتم تدريبهم وتطويرهم وتسليمهم للأندية بعد المرحلة اللي تتم فيها آخر سنة عندنا في الأكاديمية. ويعد المهرجان تتويجاً لمجهودات الأكاديمية طوال العام من خلال التعاون مع مختلف المدارس وتنظيم الزيارات الميدانية وكذلك المهرجانات الكروية التي تقيمها الأكاديمية طوال العام، بما يوفر منصة تنافسية للبراعم لغرس حب اللعبة في نفوسهم واستقطاب أفضل المواهب الكروية الناشئة. أكيد ما شاء الله، يعني أكاديمية أسباير أصلاً يعني معروفة بالأمور هذه، يعني مش بس في كرة القدم، في جميع الألعاب نشوف الكشافين على مستوى، ونشوف نجوم منتخب قطر حالياً كلهم كانوا من أسباير، وأعتقد أنهم بدوا نفس المرحلة هذه العمرية، وأنا أتوقع إن شاء الله وإن شاء الله يعني في السنوات الجاية راح نشوف أكثر من فريق ونشوف نجوم على مستوى أكثر وأعلى إن شاء الله. هذا وجاء مهرجان هذا العام بتنظيم من مركز تنمية مهارات كرة القدم التابع لإدارة شؤون كرة القدم بالأكاديمية، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وإدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية القطرية والفرقة الموسيقية للحرس الأميري والاتحاد القطري لكرة القدم. المشاركة كانت يعني بالنسبة لنا احنا جيدة وفعالة بالنسبة حق الشرطة المجتمعية، الإضافة ان نشارك يعني جميع المدارس الموجودين في البرنامج شوت. وتواصلت منافسات المهرجان بين طلاب المدارس من الصف الأول والثاني الابتدائي من 9 صباحا وحتى 12، لتتوج بعدها مدرسة سميسمة الابتدائية المستقلة للبنين بالمركز الأول، ومدرسة أبي حنيفة النعمان الابتدائية المستقلة بالمركز الثاني، والمدرسة العربية الدولية بالمركز الثالث في منافسات الصف الأول. أما في منافسات الصف الثاني فحصلت مدرسة سميسمة على المركز الأول، ومدرسة الخور المستقلة على المركز الثاني، ومدرسة كومباس الدولية على المركز الثالث. وقام بتكريم المدارس الفائزة كل من السيد علي سالم عفيفة نائب مدير عام أكاديمية أسباير، والسيد بدر جاسم الحاي مدير التعليم وشؤون الطلاب، والسيد علي السلطان فخرو مدير الخدمات المشتركة، والسيد إيدورتا موروا المدير الفني لكرة القدم في أكاديمية أسباير، والسيد جاسم الجابر مدير المدرسة بالأكاديمية. El objetivo que se busca con este tipo de actividades es decir ver que los niños desde muy pequeños practican un deporte, están activos, están dinámicos, viven una cultura del deporte y ese es el objetivo. Luego,
Está claro que la dimensión en un marco como el de hoy, con las televisiones, el seguimiento que se hace en el país, pues bueno, también es una muestra de cómo hay una preocupación de que haya una cultura del deporte y que a través del fútbol esa cultura se pueda transmitir. The main purpose of this event is to not only celebrate what we did during the year, but to also see who is the school who performed better this year. The schools that are here, they already won the previous tournaments we did during the year, so this is the champions of the champions, and we are trying to create the idea that the schools should try to work to develop the kids in a more competitive way, and we are seeing major differences from one year to the other one. وتزينت فعاليات المهرجان بكأس سمو الأمير المفدى الذي حل ضمن جولته لعدد من المؤسسات بالدولة بأكاديمية أسباير للتعريف بالبطولة، حيث أخذ الحاضرون صوراً تذكارية مع الكأس التي يعتبر حضورها في هذا المهرجان تشجيعاً للبراعم على مواصلة حلمهم بأن يصبحوا لاعبين مميزين يشاركون في مباريات الكأس الغالية. وهذه فرصة طيبة لتعريف أطفالنا وعيالنا والشباب ببطولة كأس سيدي سمو الأمير، وأيضا أخذ اللقطات والتصوير مع كأس سيدي سمو الأمير، وأيضا تذكيرهم بمباريات كأس سيدي سمو الأمير والمباراة النهائية. أعتقد الأجواء كانت جميلة، وإحنا سعداء جدا أيضا بتواجدنا في سباير، ونشكر القائمين على هذه الفعالية. والجدير بالذكر أن أكاديمية أسباير تمتلك برنامجاً من أقوى برامج كرة القدم، وخاصة فيما يتعلق باكتشاف المواهب واختيارها، وكذلك في عملية التدريب والمنافسة والتقييم الخاصة بالناشئين. وقد صممت الفلسفة التدريبية الخاصة بالأكاديمية لتواكب قدرات دولة قطر ومواهبها وأهدافها وعشق شعبها لكرة القدم. هذه البطولة احنا بدأنا فيها بداية الموسم تصفيات جميع المدارس في المرحلة الصف الأول والصف الثاني. احنا طول الموسم شغالين في البطولة هذه، فاليوم هو تتويج المجهود هذا، واليوم هو الختام، وفي جهات كثيرة شاركت معنا في الحفل هذا والحمد لله. واحنا الهدف من هذا يعني نكتشف الموهوبين، وبعد الهدف الأسمى أن ننشر الوعي الرياضي في المدارس عند الطلاب. كما أن الأكاديمية لديها فريق من الكشافين العالميين والمحللين في مجال كرة القدم الذين تتمحور مهامهم حول اكتشاف المواهب الرياضية والتعرف على اللاعبين ومتابعتهم، بما يتيح لأكاديمية أسباير أن تتعرف على مستوى اللاعبين في دولة قطر عن كثب، وبناء عليه توجه الدعوة للمواهب الواعدة للانضمام لبرنامج كرة القدم الخاص بالأكاديمية. اختار البطل القطري في الاسكواش وخريج أكاديمية أسباير عبد الله التميمي أن يطلق مشروع شركته للفعاليات الرياضية والتدريب ATA من مقر ملاعب الاسكواش في أكاديمية أسباير، بحضور لفيف من الخريجين والمسؤولين والمدرسين والمدربين في الأكاديمية. وأكد عبد الله التميمي أن شركته الرياضية تهدف إلى تقديم خدمات تدريبية رياضية جديدة بمقاربة جديدة تستهدف المجتمع وتشجيعه على ممارسة الرياضة من خلال حصص مدروسة وضعت لتسهيل ممارسة الرياضة لأفراد المجتمع عبر تقديم خدمات مبسطة في عدة أنواع رياضية، منها الاسكواش والتنس والجمباز واليوغا والكاراتيه والسباحة. الفكرة جات من زمان، أنا وزميلي عبد الرحمن المالكي نلعب سكواش دائما، ونشوف أن في أشياء في قطر كثيرة ممكن تحقق للصغار والكبار المقيمين على أرض الوطن والقطريين. فاحنا جينا اول شيء بفكرة ان نسوي مثلا اكاديمية سكواش او ما شبه ذلك، لان احنا المين
المين جول عندنا ان نطور لعبه الاسكواش في قطر، بس بعدين جات الفكره تطورت، ليش ما نروح، ليش ما نحلم اكثر ونسوي العاب اخرى، نسوي مالتي سبورت مثلا في قطر مثل جمباز والسباحه والكاراتيه. هالاشياء يعني تساعد خاصه الاطفال انه يشاركون اكثر واكثر وانه يتمون على لياقه جيده. اول حاجه احنا نبارك له هذه الفكره وهذه المبادره وهذا المشروع. انا جدا جدا كنت فرح وسعيد وصراحه متفاجئ ايضا ان يكون فيها هذه الفكره والمبادره تجي من واحد من طلاب اكاديميه سباير. الفكره جدا انا اعتقد مبتكره، وانا زي ما كنت اتكلم ويا عبد الله من شوي، احنا ان شاء الله راح نكون خلف داعمين لهذه الفكره. الفكره لانها تحقق ايضا احد اهداف سباير في نشر الرياضه في المجتمع، ايا كانت المؤسسات اللي تخدمه، سواء كانت مؤسسات خاصه او مؤسسات حكوميه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد اكون متواجد مره ثانيه في اكاديميه سباير، وصراحه اول شيء احب اهني اخوي صديقي عبد الله التميمي على افتتاح هذه الاكاديميه الرياضيه. شيء مهم جدا، رائع دائما ان نشوف احد من طلاب سباير الطلاب الناجحين يكون قدوه لشبابنا. وتقوم فلسفه اكاديميه اي تي اي للتدريب على تذليل العقبات امام المستفيدين من خلال التدريبات الخاصه في البيوت والمجمعات السكنيه والنوادي. طبعا الرياضه شيء وايد مهم عندنا في الدوحه، وانا فخور في اصدقائي وربعي اللي هم تخرجوا معي من نفس المدرسه انهم فتحوا البزنس الجديد اللي يشجع الشباب على الرياضه وعلى الحركه طبعا، واتمنى لهم التوفيق. اول شيء طبعا احنا بدينا في رياضتنا اللي هي الاسكواش، طبعا بما اني انا لاعب سكواش وكابتن المنتخب القطري للسكواش، وعبد الله التميمي طبعا لاعب بروفيشنال ووصل 23 على العالم. اخترنا اول شيء لعبه الاسكواش وقلنا لازم نضيف لعبات ثانيه عشان ننشر الرياضه في دوله قطر. وتعتمد الاكاديميه للرياضات المتعدده على ما اكتسبه اللاعب البطل عبد الله التميمي مع عدد من الخريجين في عده انواع رياضيه في تقديم حصص تدريبيه في رياضات مختلفه لافراد المجتمع الراغبين في تطوير اسلوب حياه صحي. كعادتها استقبلت أكاديمية أسفير في الفترة الأخيرة عددا من زوارها من كبار الشخصيات الرياضية، فقد زار الأكاديمية كل من سعادة السيدة روكسانا مارسيلنيو وزيرة الرياضة الفرنسية مع الوفد المرافق لها، حيث وجدت في استقبالها سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، والسيد علي سالم عفيفة نائب مدير عام أكاديمية أسفير، والبروفيسور فالتر دي سالفو مدير تطوير الأداء الرياضي في أكاديمية أسباير، الذين أخذوا الضيفة في جولة عبر مرافق الأكاديمية بشقيها الرياضي والتعليمي مع تقديم شرح مفصل عن سير العمل في الأكاديمية وفلسفتها ودورها كقاطرة للرياضة في دولة قطر. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'étais très surprise de voir quelle place occupait l'eau aussi dans toute la préparation des sportifs et dans leur récupération, puisque moi-même venant de la natation, je suis sensible à tout ça. Et puis l'ampleur aussi de ce centre avec une manière aussi de travailler sur tous les aspects de la performance. D'abord évidemment la performance sportive, physique, mais tout ce qui tourne aussi autour de l'individu, de l'enfant, qui part de l'accompagnement social, du fait qu'il puisse aller à l'école et qu'il puisse être hébergé sur place sans perdre de temps, en prenant en compte aussi tout l'aspect après mental de la performance et puis tout l'aspect récupération après l'effort. Je crois que tout est fait ici pour mettre l'enfant, le sportif et puis le champion lorsqu'il le devient au cœur de la performance, et de mettre tout l'environnement dont il a besoin autour de lui pour qu'il soit bien dans le sport mais aussi bien dans sa vie après. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. وفي نهاية الجولة
قدم سعادة وزير الثقافة والرياضة القطري هدية تذكارية عبارة عن مجسم لأكاديمية أسباير لضيفة الأكاديمية السيدة روكسانا مارسيلينيو. ومن جهة أخرى، زار الدولي الأرجنتيني السابق ونجم خط دفاع نادي انترناسيونال الإيطالي خافير زانيتي أكاديمية أسباير، حيث تعرف على منشآتها ومرافقها وبرامجها، وتعرف على مبنى تطوير الأداء الرياضي الجديد حيث قاده البروفيسور فالتر دي سالفو في جولة، وقدم له الشرح عن سير الأعمال وأحدث التقنيات المستخدمة لتطوير الأداء الرياضي. Gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá y sorprendido por todo esto que han construido. Yo creo que han construido un centro a la vanguardia. Creo que acá tienen todo para que un deportista pueda desarrollar de la mejor manera su actividad y la verdad que los felicito por todo el trabajo que están haciendo. من جهة أخرى، قام ثلاثة من نجوم كرة القدم السابقين بزيارة لأكاديمية أسباير على هامش حضورهم حفل افتتاح استاد الجنوب المونديالي، وهم الدولي الفرنسي السابق يوري جوركاييف، البرازيل السابق كافو، والأرجنتيني الدولي السابق ونجم ويست هام يونايتد الإنجليزي الحالي جابرييل زاباليتا. I'm so pleased to be here. This is my second time in Qatar. I came here in 2010. I think it was last time to play a friendly game against Brazil, Argentina, Brazil. So, but obviously good to see the new facilities for the national teams, for the different people who does different sports, and you can see the technology, the facilities are absolutely amazing. So that is always what you need really as a sportman to be better, to grow up here in different environment with the professionals around you who can make you better, to have success in different sports. Bom, eu já conhecia a Spire Academy, então para mim não é nenhuma surpresa ver tudo que eu acabei vendo aqui. Mas é claro, para um atleta é tudo que um atleta mais quer, um preparador físico, para um treinador, o que eles mais querem, um centro de recuperação de alta performance como é aqui. É um local ideal, é um local sensacional para que o atleta possa se recuperar 100% após um jogo, após uma lesão, após uma cirurgia. Eu acho que o mundo deveria ter mais centros como esse aqui como exemplo. Je pense que c'est incroyable parce que je crois que l'académie a été construite il y a déjà quelques années et quand on voit le niveau de technologie et de performance, on sent qu'il y avait une vision derrière, juste pas juste construire un bâtiment et mettre les meilleures choses. Il y a une vision et c'est très impressionnant. Je crois que chaque sportif voudrait avoir ce genre d'outils pour travailler et chaque coach aussi. Et je pense que voilà, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est quelque chose qui montre aussi la détermination du Qatar pour être dans l'excellence dans le sport. Et ça c'est important pour un pays. وقد تجول الثلاثي في مرافق الأكاديمية ومنشآتها بما في ذلك المبنى الجديد لتطوير الأداء الرياضي، حيث أبدوا إعجابهم بفلسفة ودور الأكاديمية في تكوين أجيال من لاعبي كرة القدم الموهوبين.